مرحبا بكم في حلقة أخرى من سلسلة الذكاء الإنساني لبناء ثقافة أسرية تهتم بغرس مفاهيم ومهارات إنسانية لدى الأبناء. نتكلم اليوم عن التفاهم. التفاهم الكلمة المكنونة بداخله هي كلمة فهم. يعني الغريب أن في ناس ممكن يقولون أن الحياة ما أنصفتهم في أمور كثيرة كثيرة، لكن نادرا شخص يقول أن الحياة ما أنصفته في الفهم، لأن الناس يعتقدون أنهم فعلا يفهمون. كل واحد يعتقد أنه هو فهمه يعني احتمال أكبر أنه أزيد من الناس الثانيين، هو يفهم أكثر من الآخرين. بس لما يروح إلى حقيقة التفاعل مع الآخرين يمكن ما يكون هذا بشكل جيد، لأن الإنسان يعتقد أنه هو يفهم فما يعطي نفسه فعلا الفرصة علشان يفهم، لأنه يعتقد أنه هو ما يحتاج يفكر عشان يفهم، ما يحتاج يسأل عشان يفهم، ما يحتاج يتأكد عشان يفهم، لأنه هو يفهمها وهي طائرة مثل ما نقول، يفهم الأمور ببديهيته يعني. بس حياة الناس فيها تعقيد كثير، إحنا ما نقدر نفهم اللي يقولون الآخرين من غير ما نتأكد من فهمنا. ما نقدر نفهم إذا إحنا ما كان في بالنا إن إحنا فعلاً نبغي نفهم، وإحنا كان في بالنا اللي الصورة اللي موجودة في أذهاننا هي صورة صحيحة. فإذا كان هالشكل الفهم بالنسبة لنا ما بيعني شيء، لأن إحنا فاهمين، إحنا ما نحتاج إن نعرف حقيقة الآخر شنو اللي يحاول يقوله وشنو الرسالة اللي يحاول إنه يوصلها، وبناء عليه إحنا بنوصل للرسالة بناء على فهمنا اللي يقوله. فهذا الجانب عادة يكون مفقود في كثير من العلاقات. الأسرة اللي تقدر تربي أبناء يقدرون بكرة لما يكبرون تكون عندهم حياة أكثر اتزان وعواطف أكثر اتزان، قرارات أكثر قيمية وأكثر سليمة. الأسرة اللي تقدر تساعد أبنائها إن التفاهم يكون جزء من حياتهم، التفاهم يكون شيء مشترك. يعني الأسرة هي ككيان واحد، ككتلة واحدة مشتركة تحتاج أن يكون بينها تفاهم. التفاهم مو ما في خسارة، ما في أن أنا إذا تفاهمت معه وتوصلنا إلى جانب مشترك معناه أنا خسرت وذاك خسر أو ربح، فخاسر ورابح. لما إحنا كأباء ناخذ القيادة في هذا نقدر نساعد أبنائنا بشكل عميق إنهم يتعلمون مفهوم التفاهم، إن نفهم الآخر وبناء على فهمنا للآخر ونساعده إن الآخر يعرف إن إحنا فعلا نبغي نفهمه، هذا يحفز الآخر إنه يبغي يفهمنا أيضا، وهذه العملية يصير فيها تفاهم ويصير فيها الوصول إلى حلول. هذه الحلول فيها جوانب مرضية للطرفين. في ثلاثة أمور بناخذها ممكن تساعد في غرس التفاهم في الأسرة، ونتذكر دائما إحنا كأباء إحنا المسؤولين، إحنا اللي ناخذ القيادة في كل أمور قيمية. لما إحنا يكون عندنا ذكاء إنساني الاحتمال الأكبر أن أبنائنا أيضا يصير عندهم ذكاء إنساني، فإحنا نطبق هذا على أنفسنا أول وأبنائنا يتعلمون منه. نروح إلى ثلاثة أمور لغرس التفاهم كثقافة أسرية. أول شيء إن ندرب مع أسرتنا إن نقول كلمات مثل، يعني هذا اللي كنت أقصده، حين هو يتكلم ممكن إحنا فعلا نعتقد إن إحنا فاهمين اللي يقصده، بس نقدر نسأل إن هل هذا اللي كنت أقصده، هل تعتقد إن الوضع هو كذا كذا من وجهة نظرك، إن نسأله عن رأيه، إحنا في موضوع إحنا نتكلم فيه بس نسأله إن هل رأيك في هذا الموضوع هو كذا. هذه الكلمات لما نتحاور فيها مع أبنائنا هم أيضا يتعلمون إن يروحون إلى داخلهم ويعرفون شنو أنا رأيي أو شنو اللي أنا فعلا كنت أقصده أو شنو اللي أنا فعلا أعتقده. هذا يساعد أبنائنا هم يروحون داخل ويفهمون أنفسهم أكثر، ويقدرون إن لما يفهمون أنفسهم يردون يراجعون هذا اللي فهموه عن أنفسهم، وأيضا يعرفون إن إحنا بالصدق ما نقوله كفقط جانب علشان إن نكون سوينا اللي علينا أو في تمثيل أو شيء من هالنوع، فعلا إحنا نبغي نعرف شو اللي يقصده، نبغي نعرف اللي يعتقده، نبغي نعرف رأيه. لما تكون هذه الثقافة موجودة في الأسرة تكون الأسرة أكثر قابلة للتواصل مع بعضها وأكثر قابلة لإيجاد الأمور المشتركة. جانب آخر أيضا يساعد جدا إن إحنا ناخذ القيادة في الأسرة، إن نساعد إن في أمور معينة يصير في اتفاق،
من باب التفاهم، مو من باب ان نجيب حلول وسط وخلاص، نتفاهم، نسمع هذا ونسمع هذا ونسمع هذا، ونتفاهم بمعنى نفهم بعضنا البعض، وبناء على فهمنا لبعضنا البعض، لان الفهم ممكن يكون احنا نفهم افكار بعضنا البعض، نفهم مشاعر بعضنا البعض، يمكن واحد خايف، يمكن واحد يحس بالتهديد، يمكن واحد يحس انه بيتقلص حقه، ممكن اي شيء من هذا كله يكون موجود. فلما يكون عندنا التفاهم، احنا ما نسمع فقط في اذننا الكلمات، احنا نسمع في اذن القلب، بمعنى نسمع عشان نفهم المشاعر، علشان نفهم هو يتكلم من أي وضع، نفهم الموقع اللي الحين هو فيه، هو شلون يشوفه. فهذا يساعدنا لما إحنا كأباء ناخذ هذه القيادة. وفي الأمور اللي ممكن يكون فيها اختلاف في وجهة النظر، إحنا ناخذ القيادة إن نقيد هذا التفاهم بين الأبناء، أو بين حتى لو كان إحنا كأباء مع أحد أبنائنا، إحنا ناخذ القيادة نوصل معاهم إلى جانب في تقريب وجهات النظر، ونشوف إلى نوصل معاهم إلى حلول. ممكن نبدي في أمور صغيرة، لكن شوي شوي نتدرج وناخذ أمور أكبر أيضا. لكن مهم إحنا كأباء ناخذ هذه القيادة ونمارس هذا، وإحنا في بالنا إن فعلا نبغي نغرس مفهوم التفاهم عند أبنائنا، لأن من أرفع الأمور اللي تساعد في الذكاء الإنساني، لأن هذا هو مع نفسه وأيضا في تعامله مع الآخرين. والجانب الآخر طبعا، هذه بس ثلاثة أمور من قائمة طويلة ممكن تكون، بس هذه تساعد أنه ممكن إحنا كأباء نتنازل عن بعض الأمور الغير جوهرية الغير قيمية، ممكن نتنازل عنها. ليش؟ علشان إن نخلي هذه عملية التفاهم اللي إحنا بنكون القادة فيها تنجح. فلما تنجح، أبنائنا بيكون عندهم تجارب أكثر ناجحة، يعيشون تجارب أكثر ناجحة، يقدرون يبنون على نجاحاتهم، يقدرون إن يشوفون إن في حياتهم اتعلموا أمور كثيرة ناجحة في التفاهم، فيقدرون يطبقونه في حياتهم أيضا بشكل أكبر. وشكرا، ودمتم بسلام وانشراح، وإن شاء الله نلتقي مع بعض في الحلقة القادمة.